الأشكال المستوية. نتعرف خلال الدرس على الأشكال المستوية. عندنا 8 أشكال مستوية. المطلوب حفظ هذه الأشكال، حفظ رسمها، نعرف الطريقة كيف نرسم المثلث، أرسم مربع، أرسم مستطيل، وكذلك حفظ الأسماء. مثلا أسأل ما اسم هذا الشكل المستوي؟ اسمه مثلث. هذا الشكل مربع، مستطيل، شبه منحرف، خماسي، سداسي، دائرة، متوازي أضلاع. حفظ هذه الأشكال المستوية، 8 أشكال مستوية. أتأكد ألون كل مربع، فقط شكل المربع ملوننا إياه. ألون كل خماسي، فقط شكل الخماسي نلونه. ألون كل دائرة، نلون فقط الدائرة. ألون كل سداسي، نلون السداسي. ما الفرق بين المربع والخماسي؟ المربع يحتوي على 4 قطع مستقيمة أو نسميها أضلاع. هذه عندنا قطعة مستقيمة، 1، 2، 3، 4، عندنا 4 قطع مستقيمة. بينما الخماسي 1، 2، 3، 4، 5، 5 أضلاع أو 5 قطع مستقيمة.